اللي قلبه مهموم، اللي قلبه مغموم، اللي عنده ذنوب، اللي عنده عيوب، اللي عنده هموم ومو عارف فين الطريق، اليوم كلنا عرفنا الطريق. نوجه القلوب لله سبحانه وتعالى، خلاص لا تتعب قلبك، لا تتعب قلبك دام عرفت الطريق. اقبل على الله سبحانه وتعالى، اقبل على كلام الله، اقبل على بيوت الله عز وجل، اقبل على الله. فمن اقبل على الله اقبل الله عز وجل عليه. موسى عليه السلام كريم الله، يكلمه الله عز وجل ويكلم الله. في يوم من الايام جاء موسى عليه السلام للقاء الله ولسماع كلام الله سبحانه وتعالى، فلما سمع كلام الله قال ربي ارني انظر اليك، يا رب ابغى اشوفك. فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. يا موسى في الدنيا ما راح تشوفني، لكن شوف الجبل هذا اذا استقر مكانه، اذا جلس مكانه خليك تشوفه. فلما تجلى ربه للجبل، يا شباب تعرفون ايش معنى تجلى ربه للجبل؟ يعني الجبل هذا الجبل الشامخ راى من الله مقدار الانمله، مقدار الاظفر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين. تعرف موسى على الله لما راى هذا الجبل، بمجرد ما شاف من الله سبحانه وتعالى قد الاظفر اصبح كثيف من الايمان. موسى عرف من هو الله وتعرف على الله ووجه قلبه لله، فاقبل على دين الله يبلغه وينشره حتى اذى فرعون، واسلم معه من اسلم وامن معه من امن. مشي موسى عليه السلام وخرج مع قومه مع الناس اللي امنوا حتى وصلوا الى هذا البحر، البحر الاحمر. فلما وصلوا عند البحر خلاص ما عاد في طريق، البحر قدامهم وفرعون وجنوده خلفهم. اصحاب موسى لما شافوا البحر وشافوا فرعون وجنوده ايش قالوا؟ قالوا انا لمدركون، خلاص انمسكنا، خلاص انقتلنا، فرعون ورانا والبحر قدامنا. موسى ايش قال؟ قال كلمه واحده، قال كلا ان معي ربي سيهدين. الله معايا، الله بينصرني، الله بينجيني، الله بيهديني. ليه؟ عرف من هو الله. فقال له الله عز وجل فقلنا اضرب بعصاك البحر، فضرب بالعصا البحر فاصبح البحر فرقتين، فرقه في اليمين وفرقه في اليسار، البحر اصبح مثل الجبل. مشي موسى عليه السلام في البحر في طريق يبس حتى نجاه الله عز وجل. دخل فرعون وقومه فاطبق الله عليهم البحر. اللي تعرف على الله، اللي يقبل على الله، اللي يسأل الله، اقسم بالله اقول له من هذا المكان لا تشيل هم الذنب ولا دنيا. لا يجي واحد يقول انا بعتوه لكن انا مخربها، انا ما اصلي، انا بعيد، انا مسرف، انا عصيت، انا فعلت. ربك الله الذي قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.